أقامت المستشفيات الحكومية منصة توعية في مجمع لافنيوز البحرين بهدف نشر التثقيف وزيادة الوعي حول سلامة المرضى وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة مريم عذبي الجلاهما رئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الالتزام بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى بما يسهم في تحسين التجربة العلاجية للمرضى وتقدم المنصه على مدى يومين مجموعه متنوعه من الموارد التعليميه والتثقيفيه بما في ذلك مقاطع فيديو توعويه وادوات تفاعليه تساعد على فهم وتطبيق ممارسات السلامه الفعاله